السرطان نقدر نقول وحش كاسر بيهاجم الإنسان. النهاردة عندنا بشرة، يعتبر مش بس بشرة سارة، أشبه بمعجزة إلهية في مجال علاج السرطان، وطرق حديثة جدا في العلاج هتخلي بجد الإنسان دايما يقول سبحان الله. معانا النهاردة دكتور عمر فهمي، رئيس قسم أمراض الدم بكلية طب القصر العيني، هيخبرنا عن البشرة الجميلة دي، واللي زي ما هو قال فعلا أشبه بالمعجزة الإلهية في الجديد في علاج السرطان، سواء كان علاج موجه دواء بطريقة جديدة، سواء كان الجديد في مجال الهندسة الوراثية وما آلت إليه بنستخدمها في مرض السرطان. أيضا هيكلمنا عن حاجات تانية، بس هنبدأ معاه الأول بالجديد في مجال السرطان، وهو يكلمنا عن إيه هو العلاج الموجه وإيه هي الهندسة الوراثية، ونكمل معاه. تفضل يا دكتور. شكرا يا فندم. هو حضرتك، احنا دايما بنقول انه اكتر حاجة الناس بتكرهها كلمة علاج كيماوي، واكتر حاجة بتخوف الناس. هما ليهم حق انه يعني ممكن تخوف شوية الكلمة عشان الاعراض الجانبية اللي بتحصل بعد العلاج الكيماوي، ولكن احنا ظالمين للعلاج الكيماوي شوية. الكل فاكر انه علاج كيماوي يعني دي نهاية القصة. الكلام ده مش صح. علاج كيماوي كتير لغاية النهاردة بيجيب نتائج، ونتائج كويسة قوي. طبعا معتمد على نوع السرطان وإلى أي مرحلة وصل ليها السرطان في جسم الإنسان. لكن يعني بجد يعني زي ما حضرتك قلت كده، الطفرة اللي حصلت في 20 سنة اللي فاتوا تقريبا ابتدت الأمور تتحسن جدا في النقطة دي بالذات. احنا ليه بنخاف من العلاج الكيماوي؟ لان الكيماوي بينزل في الدم او بينزل في جسم الانسان يموت كل حاجة، الخلايا السرطانية والغير سرطانية، مفيش تفرقة. عشان كده المهم قوي بالنسبة لنا ان احنا نقول والله ده ابتدى يبقى فيه حاجات تغني تماما عن العلاج الكيماوي، لدرجة حضرتك ان احنا في بعض سرطانات الدم بالذات، سرطانات الدم بنلاقي ان احنا ممكن نعالج السرطان تماما بدون نقطة علاج كيماوي، اللي زي ما حضرتك قلتي العلاج الموجه. العلاج الموجه هذا بمنتهى الاختصار يعني احنا درسنا بالظبط جوه الخلية السرطانية، مش هقول جوه الجسم، لا ده جوه الخلية السرطانية، درسنا ايه الخطوات اللي لازم العملية السرطانية تحصل فيها عشان الخلية العادية تقلب إلى سرطان. هنقول مثلا خطوة رقم 1 2 3 4 جوه الخلية. هنقول خطوة من 1 2 3 4 لو وصلنا للخطوة رقم 4 بقت الخلية سرطانية. طيب أعمل إيه؟ قبل كده حد الكيماوي يشيل كله، هشيل السرطانية والغير سرطانية، لكن لا، ابتدى يبقى فيه كلمة علاج موجه. العلاج الموجه مستو يعني الرائعة ان انت حضرتك بتحطي مادة معينة مش كيماوي في كبسولة او في حقنة، ما بتعملش اي حاجة خالص غير بتنقي الخلية السرطانية، وبتروح تاخد تقفل المسار بتاع تكوين الخلية السرطانية. فشوف حضرتك احنا وصلنا لغاية ايه جوه الخلية. احنا بنتكلم على واحد قدامه 15 صفر من المتر، ده عرض الخلية بتاعت البني آدم، واحد على واحد وجنبه 15 صفر. ده أول حاجة فتحت الباب قدام. احنا بنقول ليه ابتدينا ناخد خطوة من 1 لـ2 ومن 2 لـ3؟ ابتدى العلم يدرس الدي ان ايه اللي هو البصمة الوراثية بتاعت كل خلية سرطان، كل نوع من انواع سرطان الدم، بحيث ان انا لما اشوف ايه اللي حصل في الدي ان ايه اقدر اقول السرطان ده عبارة عن كذا وعلاجه كذا. فاحنا دلوقتي قدام شفت جامد جدا جدا ان انا
يعني فعلا اقدر اقول دلوقتي بمنتهى السهوله لان التكنيكس والمعامل قوه المعامل بقت جامده جدا, بحيث ان انا اقول ايوه النمره واحد السرطان ده اني نوع, نمره اتنين الدراسه الجينيه بتاعته من اني نوع, نمره تلاته هيستجيب لاني نوع من العلاج. فتخيل حضرتك بقى احنا بعدنا خالص عن السرطان ككل, لا مش وحش كده زي ما كان زمان, لا ده احنا دخلنا جوه الخلية السرطانية ودخلنا شفنا الخطوات اللي لازم تعملها وابتدينا ندرس ايه نوع السرطان وابتدينا نعرف هنوقف مراحل السرطان عند اني خطوة. فكل الكلام على مستوى الخلية السرطانية. ده كان يعني البريق او let's say الحاجة الجامدة قوي اللي حصلت في العلاج بتاع سرطان الدم. بعدت خالص عن العلاج الكيماوي وبتدي تأدي العلاج الموجه. ده يعني جزء من الـ بجد المعجزة اللي هي زي ما حضرتك قلت يعني. بيولوجي ايه فندم؟ العلاج البيولوجي؟ العلاج الموجه. الموجه. احنا هنا الموجه. يعني اقدر اقول موجه هنا يعني مجرد دواء معين في كبسولة بياخدها المريض وبتدخل جوه الجسم عارفة طريقها على الخلية السرطانية مباشرة في المسار اللي هتصير يعني تسري فيه, ما بتدمرش غير لما توصل للمكان اللي هي راحها الخلية السرطانية. زي كده يعني كأنها معاها شفرة موجهة للخلية مش كده؟ هو ده كده باختصار العلاج الموجه ده. ما هوش كيماوي ولا إشعاعي. ولا إشعاعي. العلاج كيماوي ولا علاج اشعاعي وبرده مش هندسه وراثيه. دي مش هندسه وراثيه. ايوه ما احنا لسه ما جيناش للهندسه الوراثيه, لكن انا بتكلم العلاج موجه له كيماوي ولا اشعاعي ولا هندسه وراثيه, لكن تقنيه جديده في العلاج بتجعل كبسوله الدواء موجهه داخل جسم الانسان مجرد ما يبتلعها وتاخذ مسارها الى الخليه السرطانيه ايا كان مكانها يا دكتور. مظبوط كده. ده جميل قوي. طيب حضرتك قلت لي برضو عن حاجة الجديد برضو المريض السرطان اما بنكون يعني خضع للعلاج الكيماوي سي ان هو خف, يعني بنقول ان هو خف عشان نقول ان هو خف بيرجع عامل شيك اب تاني وفحص عشان نتأكد بتحاليل معينة. في تقنية جديدة في التحليل اللي هي اسمها الام ار دي. الام ار دي ده نوع من التقنية الجديدة اللي بتحدد او بتكشف للمريض بالظبط ان السرطان انتهى عنه تماما ولا لسه فيه باقي. حضرتك تشرحها لنا كده عشان بس الناس تعرفها. هو دي من ضمن برضو الحاجات اللي لازم نقول ان هي نقطة فارقة جدا جدا في علاج السرطان. كتير جدا مثلا هنقول سرطان الدم الحاد او سرطان الدم المزمن, بدي علاج بعد كده باخد عين الدم او عين نخاع قول للمريض ألف مبروك أنت خفيت. طيب لغاية هنا وكلام جميل جدا. نسمع بعد كده أن للأسف المرض رد عليه تاني, وأي كلمة مرض رد اعرف حضرتك أن هي بتبقى في منتهى العنف أخطر بكتير. دلوقتي بقى عندنا تكنيك أن على مستوى الخلية الواحدة أقدر اخد عينة دم ممكن تكشف لي واحد على مليون, واحد خلية سرطانية على مليون خلية عادية, تكشف لي واحد في المليون من الخلايا يعني, يعني من بين مليون خلية طبيعية فيهم خلية واحدة سرطانية القطر بالظبط. ساعات هقول معلش اسف انت لسه عندك المرض اللي هو الام ار دي او مينيمال ريزيديوال ديزيز او تقنية اكتشاف اللوكي او الورم المتبقي. تمام. فدي مهمة جدا لان انا لو عملت التقنية دي ولقيت عنده لا ده مش واحدة بقى واحدة واثنين وثلاثة لا 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 انا مش هسكت هقوم مدي العلاج اللي يعني بسميه علاج بقى بدري قوي قبل ما يحصل اي تطور للسرطان. فاذا احنا كده قللنا جدا لو عملت متابعة كويس قوي للمريض بعد ما اتأكدت ان هو زي الفل وكل حاجة, لكن عملت له بعد كده متابعة واكتشفت ان لا ده فيه لسه خلايا فضلة من السرطان, يبقى اذا هدي العلاج الفلاني على اساس التست ده, ادي العلاج الفلاني مش العلاج العلاني مثلا اوكي والمدة كذا
وعدل تاني نفس التقنية أبص ألاقي الدنيا بقت زي الفل. فدي خلت إن اكتشاف ارتجاع المرض بقى أحسن قوي وبدري قوي قبل ما استنى إن لما يحصل ارتجاع للمرض. التقنية دي متوفرة في مصر يا دكتور وبيتم الأخذ بيها يعني هل هي مكلفة ولا متاحة لكل أنواع المرضى القادر أو غير القادر؟ يعني عايز أشكر حضرتك على السؤال ده لأن ما أعرفش يعني بعض المفكرين بيقولوا مثلا هقول لحضرتك مثلا أن التقنية دي ممكن بالنسبة للمريض تكلف 6,000 جنيه. تمام؟ طيب أدفع 6,000 جنيه واكتشف المرض بدري وعالجه بدري بعلاج رخيص جدا، غير ان واحد يقول لا 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 ليه تكلف العيان 6000 جنيه ليه؟ طب ما اعمل ايه؟ استنى لغايه لما السرطان يكبر قوي اتفرج بقى انت هتدفع له علاج قد ايه. حضرتك برضو اشرت للعلاج الموجه متوفر في مصر وفي التامين الصحي. التامين الصحي ومش بس تامين صحي وعلاج على نفقه الدوله، يعني كل ده متوفر تماما. تكلفته التكلفه شوفي حضرتك، اول هنقول مثلا اللوكيميا المايلوديه المزمنه ده اول حاجه يعني اخترعوا فيها العلاج الموجه، فطبعا اول ما نزل كان غالي جدا جدا، يعني مش عايز اقول لحضرتك في الاول خالص اول ما نزل كان العلاج ممكن يكلف 34,000 جنيه في الشهر الى ما لا نهايه، طول ما انا زي دواء الضغط طول ما انا كنترولد عليه وكويس عليه هيفضل الى ما لا نهايه. مين يقدر يدفع 34,000 جنيه كل شهر؟ فطبعا ابتدى الاحتياجات العالميه تعلى جدا فابتدى السعر ينزل. في مصر عندنا بجد دي حاجه يعني يشهد لها ان لما وصل سعر الدواء الى 12,000 جنيه او 13,000 جنيه بقى يعني بالظبط شركه الادويه عارف حاجه زي البلاك فرايدي كده، اشتري حاجه وعليها حاجتين نفس الحكايه، اشتري علبه وعليها 3 فري كويس، فبقت العلبه بحوالي 3,000 او 4,000 جنيه دي مقدور عليها من التامين الصحي وعلاج على نفقه الدوله. يعني احنا بعد الاخبار الساره اللي انت يا دكتور يعني بسيتها لنا دي بجد بنشكرك عليها جدا، واعتقد ان يعني اي حد سليم هيقول الحمد لله والمريض برضه هيقول الحمد لله، ودي برضه من فضل ربنا علينا والحمد لله ان الدوله عندنا يعني ما شاء الله يعني بتهتم بكل الفئات، والحمد لله كمان ان احنا مثل هذا العلاج متوفر للفقير قبل الغني. وطبعا يا دكتور انتوا في طب القصر العيني ما شاء الله عليكم يعني قايمين بالواجب وزياده جدا، والحمد لله اطباء مصر يعني ربنا يحفظهم يا رب دايما، وشاكرين جدا لحضرتك على اللقاء الجميل ده يا دكتور، والف شكر.